قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان العمش قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود فقال إبراهيم إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميته وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله قال وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم ذكر أن شعبة أنه ضعف أبا الزبير الأمكي وعبد الملك ابن أبي سليمان وحكيم بن جبير وترك الرواية عنهم ثم حدث شعبة عن من هو دون هؤلاء في الحفظ والعدالة وحدثنا عن جابر بن الجوفي وإبراهيم ابن مسلم الجهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث قال حدثنا محمد بن عمرو ابن نهبهان ابن صوفان البصري قال حدثنا أمية بن خالد قال قلت لشعبة تدعو عبد الملك بن أبي سفيان ابن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي قال نعم قال وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا وقد ثبت غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي زبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير قال حدثنا أحمد بن مانع قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال إن كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثه وكان أبو زبير أحفظنا للحديث قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أبو زبير كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله أحفظ لهم الحديث قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت أيوب بن السختياني يقول قال حدثني أبو زبير وأبو زبير قال سفيان بيده يقبضها قال إنما يعني به الإتقان والحفظ ويروى عن عبد الله بن المبارك قال كان سفيان الثوري يقول كان عبد الملك بن أبي سليمان ميزانا في العلم قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير قال تركه شعبة من أجل الحديث الذي روى في الصدقة يعني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشا في وجهه قيل يا رسول الله وما يغنيه قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب قال علي قال يحيى وقد حدث عن حكيم بن جبير سفيان الثوري وزائدة قال علي ولم يرى يحيى بحديثه بأسا قال حدثنا محمود بن غير قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير بحديث الصدقة قال يحيى بن آدم قال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري لو غير حكيم حدث بهذا فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة قال نعم فقال سفيان الثوري سمعت زبير يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا قال قلت كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن طيب هذا هو الحديث الحسن الترمذي قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا حسن إسناده عندنا من هم أهل الحديث حسن إسناده عندنا أي عند أهل الحديث طيب ما هو تعريفهم كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب يعني الراوي معروفا بالصدق لم يتهم بالكذب يعني أنه معروف بالصدق صادق لم يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا لا يكون الحديث شاذا يعني أن الراوي حافظ لأن الشذوذ سببه قلة الحفظ سبب الشذوذ قلة الحفظ لأن الشاذ هو مخالفة الثغة لمن هو أوثق منه الثغة يخالف في الرواية من هو أوثق منه هذا الشذوذ طيب ماذا سببه؟ سببه لأن هذا المخالف يعني حفظه قليل وفي حفظه شيء فإذن أن لا يكون شاذا أن يكون راويه حافظ أن لا يكون متهم بالكذب أن يكون راويه صادق حافظ
وهذا تعرف الصحيح، الصحيح أن يكون راويه صادق حافظ، وهذا تعرف الحسن عند الترمذي أن يكون راويه صادق حافظ. إذن لا فرق بينهم عندهم بين كلمة صحيح، لفظ صحيح ولفظ حسن. زائد على ذلك أن الترمذي قال هذا الحديث يروى، إيش قال؟ ويروى من غير وجه نحو ذلك، يروى من غير وجه نحو، يعني يروى بإسناد آخر نحو ذلك، يعني يأتي حديث في إسناده رجل معروف بالصدق صادق، لم يتهم بكذب، لم يكن فيه شذوذ، يعني صادق. هذا الحديث يأتي بإسناد آخر أيضا فيه رجل صادق حافظ. إذن الحسن عند الترمذي هو الصحيح زائد الصحيح، صحيح زائد صحيح، يعني الحسن عند الترمذي بهذا التعريف هو أعلى من الصحيح، لأن الصحيح إسناد واحد يعني راويه صادق حافظ، هذا كذا صحيح، هذا إسناد صحيح، هذا يحتج به. نعم، الترمذي زاد أنه يأتي بإسناد آخر. إذن الحسن ذاته عند الترمذي أنه أعلى من الصحيح، ولذلك تجد أن الترمذي يحسن حديث له إسناد واحد، لا يشترط في الصحة الإسناد الآخر، لا يشترط في الصحة، يقول هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني كونه يأتي بآخر بطريق آخر بنفس الصفة عن صادق حافظ هذا ليس شرطا في الصحة، فإن وجد هو تمام وقوي أقوى، وإن لم يوجد فالحديث صحيح أصلا برواية الصادق الذي لم يتهم بكذب، الحافظ الذي لم يكن شاذا. هذا تعريف الترمذي للحديث يا جماعة الحسن في علله. فإذا الحديث الحسن لغيره ما هو؟ هذا حديث حسن، وعلى هذا إنه لا فرق بينهم بين لفظ حديث صحيح وحسن، يعبرون عن الحديث الصحيح بلفظ صحيح، يعبرون عن الحديث الصحيح بلفظ حسن، فيش مشكلة. نعم، فإذا جاء ثاني الحسن لغيره، هذا تعريف، هذا تعريف الحسن لغيره. الحسن لغيره ذكره ابن الصلاح في المقدمة، ابن الصلاح في المقدمة ذكر في تعريف الحسن تعريف الترمذي هذا، وذكر تعريف للخطابي، قال الترمذي عرف الحديث الصحيح بالذي الحسن بالذي نقلناه، وكذلك الخطابي عرف الحديث الحسن، قال الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. هذا تعريف الخطابي. هذان تعريفان نقلهما ابن الصلاح في مقدمته لتعريف الحديث الحسن لما تكلم عن الحسن، نقل تعريفين، تعريف للترمذي وتعريف آخر للخطابي. الخطابي يقول الحديث الحسن ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. طيب ما عرف مخرجه معناه ما اتصل إسناده، اشتهرت رجاله معناه رجاله مشهورون بالصدق والحفظ معروفون. إذن هذا أيضا تعريف الحديث الصحيح. إذن تعريف الخطابي وتعريف الترمذي للحسن كلاهما يعرفان الحسن بتعريف الصحيح، الخطابي والترمذي يعرفان الحديث الحسن بتعريف الحديث الصحيح لا فرق. طيب أنا هذا هو كلام الحافظ ابن الصلاح في المقدمة في كلامه على الحديث الحسن عشان نعرف، يعني بس الذي أريده نتبين ونتحقق من أين أتى الحديث الحسن لغيره اللي هو حديث ضعيف زائد حديث ضعيف، من أين أتى؟ هل من البخاري، من مسلم، من من الترمذي، من من؟ نعرف من، أين منشأ، أين منشأ هذا الحديث الحسن لغيره؟ أيوه،
وهذا الحديث الحسن لغيره اللي هو ضعيف زي الضعيف يساوي حسن لغيره، هذا كان ابن الصلاح في المقدمة لم يسبق إليه، هذا اخترعه ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ولذلك معرفة الحسن من الحديث قروينا، هذا ابن الصلاح في المقدمة، قروينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها. طبعا الخطابي متأخر، تعريف الترمذي مقدم على تعريف الخطابي، لكن مع ذلك لما جاء الخطابي عرف الحديث بنفس الحديث نفس التعريف الذي عرفه الترمذي، يعني هو تعريف الصحيح. قال الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هذا تعريف الخطابي الذي نقله ابن الصلاح. قال وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، هذا التعريف الأول الذي نقله ابن الصلاح في مقدمته للحسن، التعريف الأول للحسن نقله عن الخطابي. قال وروين عن أبي عيسى الترمذي، هذا ابن الصلاح تفسير للحديث الحسن التفسير الثاني. قال وروين عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، نقل نفس تعريف الترمذي للحسن. طيب ماذا قال عن التعريفين تعريف الخطابي وتعريف الحسن؟ قال قلت كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، تعريف الخطابي مستفهم لا يشفي الغليل، وتعريف الترمذي للحسن مستبهم أيضا لا يشفي الغليل. قلت كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. هو يعترف بأن تعريف الخطابي للحديث الحسن هو تعريف الصحيح، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله هذا هو تعريف الصحيح، نفس تعريف الصحيح. وكذلك الترمذي كل حديث رواه لم يكن فيه راوي متهم بالكذب ولم يكن شاذا هذا أيضا تعريف الصحيح. فابن الصلاح يعترف ويقر بأنه قال وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، ما في شيء يميز. طيب ماذا تريد تصنع أنت يا ابن الصلاح؟ ماذا تريد تصنع؟ قال وقد أمعنت النظر أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لي، تنقح تبين، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، الحسن قسمان ذكر ابن الصلاح، الترمذي لم يقول الحسن قسمان، الحسن تعريفه واحد، هذا تعريف، وهو نفسه قال تعريف الترمذي ليس فيه ما يفصل بين الصحيح والحسن، يميز الحسن من الصحيح، وكذلك تفسير الخطابي. فإذا هو قال الحسن قسمان لابن الصلاح في مقدمته، وأول كتاب ألف في المصطلح هذا الكتاب، مقدمة ابن الصلاح هو أول كتاب ألف في المصطلح، ويقولون جمع الروايات المتفرقة من كتب الخطيب البغدادي، أول كتاب ألف في المصطلح ابن الصلاح هذه المقدمة، ولم يرتبها فلم يجعل كل نوع بعد نوعه مباشرة فاختلفت الأنواع لم ترتب، فلذلك قالوا كونه أراد أن يمليها على الطلاب ويعمل بها خير من أن يشتغل بترتيبها، فقد يترك الترتيب لمن بعده. أول كتاب اللي في المصطلح، وكل الناس في المصطلح عيال على هذا الكتاب، ما في إنسان صدق على ابن الصلاح، عيال على هذا الكتاب. فجاء النووي اختصر هذا الكتاب، اختصره في اختصارين، اختصر منه الإرشاد، ما أدري الإرشاد الآن مطبوع ولا مطبوع، اختصر منه الإرشاد، واختصر من الإرشاد التقريب، لأن النووي بعد ابن الصلاح مباشرة، بعد ابن الصلاح، بعد قرن ابن الصلاح، يختصر الإرشاد واختصر من الإرشاد التقريب، تقريب النووي المعروف في مصطلح الحديث
التغريب هذا مختصر من مقدمة ابن الصلاح، شرحه السيوطي في كتاب سماه التدريب، تدريب الراوي في شرح تغريب النواوي، اختصره يعني، وكذلك نظمها، نظم هذه المقدمة العراقي في ألفيته سماها التذكرة والتبصرة، قال نظمت فيها ابن الصلاح أجمع وزدته علما تراه موضع، نظمت فيها ابن الصلاح أجمع، جمع نظم جميع مقدمة ابن الصلاح في ألفيته وزادها، قال وزدتها علما تراه موضع، نظمها ابن الصلاح هذه المقدمة، واختصرها كذلك ابن كثير في كتاب مختصر الحديث اللي هو الباعث الحديث. فإذا كل الناس عيال على هذا الكتاب. طيب هذا يقول ابن الصلاح يعني أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الأقسام، الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، هذا النوع الأول عند ابن الصلاح، حديث لم يخلو رجال إسناده من مستور، المستور هو المجهول، مستور بمعنى مجهول لم تعرف عدالته، هو قال لم يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، لم تتحقق أهليته، هذا بيان لمستور وتأكيد لمستور، هذا أول الأقسام عند ابن الصلاح، مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب. هذه الفقرة تخالف تعريفه لهذا الحديث، هذه الفقرة يعني لم يكن كثير الخطأ، إذا كان الرجل مستور لم تتحقق أهليته يعني مجهول، مجهول يعني ذلك يعني لم يعرف هل هو ثقة أم ليس بثقة، هل هو حافظ أم ليس بحافظ، هذا معنى المجهول. وكيف تقول غير أنه لم يكن كثير الخطأ؟ فإذا كان الناس عرفت أنه كثير الخطأ إذن ليس بمستور، ليس بمستور، ليس بمستور، إذا عرفوا أنه كثير الخطأ إذن هذا راوي عرف وجرح، المستور المجهول الذي لا يعرف، الحافظ حجم دائما أقول لك مستور 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 يعني مجهول حال، فإذن المجهول لا يعرف هل هو حافظ أم غير حافظ، لا يعرف هل هو ثقة أم غير ثقة، حال جهلة. لو عرفنا أنه كثير الخطأ أو عرفنا أنه كذاب هذا ليس مستور، هذا رجل عرف وجرح، إذن هذا ينقض كلامه أيضا. فإذا يقول تعريفه للحسن إن كل حديث لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، ويكون من طريق ويأتي من طريق آخر بنحوه، بنحوه أيضا هذا الحديث يأتي من طريق آخر، لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، إذا مجهول زيد مجهول عنده ذا الحسن، ذا القسم الحسن اللي هو الحسن لغيره، هذا عند ابن الصلاح، هذه بداية الحسن لغيره من هنا، شايف؟ وأما الآخر القسم الآخر يقصد به الحسن لذاته اللي هو تعريف الخطابي، شايف؟ وأراد أن يحول هذا يفسر به كلام الترمذي، لكن الترمذي هذا كلامه بين أيدينا، الترمذي لم يقل مستور، الترمذي لم يقل لم تتحقق آليته، الترمذي يقول كل حديث في إسناده راوي لم يتهم بكذب، لم يتهم بكذب بمعنى صادق، لم يكن شاذا بمعنى حافظ، الترمذي لم يقول في إسناده مستور، لم يقول تتحقق أهليته، كيف أنت تجي تقول الحديث الحسن في إسناده مستور لم تتحقق أهليته، ويأتي من طريق آخر في إسناده مستور لم تتحقق أهليته يساوي حسن، وهذا يفسر به كلام الترمذي كيف؟ هذا بعيد من كلام الترمذي، وأنت نفسك قبل قليل قلت وليس في كلام الترمذي تفسير الترمذي ولا الخطابي ما يميز بين الصحيح والحسن. فإذا شاهدنا يا جماعة إنه هذا هو منشأ الحسن لغيره، تبعه فيه النووي، تبعه فيه النووي، تبعه فيه الحافظ ابن حجر، تبعه فيه كل الناس الذين جاءوا استقوا هذا من ابن الصلاح، الشيخ الألباني، كل الأحاديث الضعيف زيد ضعيف، مجهول زيد مجهول، يعني مرسل زيد مرسل، كل هذه الأوهام كلها يعني ساوي غيرها، السيوطي جاء وزاد الطين بلة، فقال الحديث الكذب إذا في ألفيته، قال الحديث الكذب ربما
يعني يصير كالذي بودي كالحسن. إذا كان الحديث الموضوع كسر طرقه قال يصير حسنا. هذا السيوطي في الألفية. فهذا كله ليس بصحيح، ليس منهج المحدثين. الحديث حسن لغيره ليس منهج المحدثين، يعني ضعيف زي الضعيف يساوي صحيح، هذا ليس يساوي حسن، هذا ليس منهج المحدثين. له منهج الترمذي وله منهج أي واحد سبق الترمذي، إنما هو كلام قاله ابن الصلاح وكان ينبغي أن يرد عليه. ولذلك هي دي البلوى الآن، التساؤل كله جاء من هذه الناحية. يعني حديث ضعيف زائد ضعيف، مرات مجهول زائد مجهول، زائد مرسل زائد منقطع زائد كده، فهذه كلها تعجن ويخرج منها حديث صحيح وحي يتعبد به الله سبحانه وتعالى. إذا كان المرسل ضعفوه لماذا؟ لأنه قد يكون التابعي حذف الصحابي وقد يكون حذف قبل الصحابي تابعي. هذه احتمال، احتمال خفيف ضعف به المرسل يخرض به المرسل. كيف تأتي بمجهول لا يعرف هو إنسان أم غير إنسان، وهو ثقة ولا ما ثقة، مجهول زائد مجهول ومنقطع زائد منقطع ومرسل زائد منقطع، تجعله وحي يتعبد به الله سبحانه وتعالى. فإذا من هنا يعني الحديث الحسن لغيره ليس بالصحيح وليس بالصحيح. إذا حديث ضعيف زائد ضعيف يساوي ضعيف، حديث ضعيف زائد ضعيف. أيوه. والذي عنده شيء يعني هذا منهج المحدثين كالبخاري وغيره فليأتي به، لا يستطيع. فإذا هذا منهج ابن الصلاح. أنا أردت أن أبين أن الحسن لغير هذا منشأه، منشأه ابن الصلاح. ابن الصلاح هذا الذي اخترعه اختراعا، وابن الصلاح في الغالب يعني تغريراته في الأحاديث هي تغريرات بعض المتكلمين، بعض المتكلمين من جهمية وشاعرة وغيره، المتكلمين الذين يعني يرون أن أحاديث الآحاد ليست يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ظنية، قد يكون قالها وقد يكون لا لم يكن قالها. حتى حديث إنما الأعمال بالنيات قد يكون صدق وقد يكون كذب، مع أن رجاله كالجبال. شايف؟ ده منهج متكلمين. ولذلك هذا ابتلي به البخاري في عصره، إن حديث الآحاد الحديث الذي له إسناد واحد يكون ظنيا ولا يحتج به. فهذا الكلام طبعا شاع في عهد البخاري وأغلق البخاري، ولذلك البخاري رد عليه في الصحيح، في كتابه الصحيح كتاب كامل سماه كتاب خبر الواحد، كتاب خبر الواحد يرد على هؤلاء المتكلمين. خبر الواحد في البخاري يرد على الذين قالوا الآحاد ظنية وليست قطعية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تواتر منها. طيب ما هو المتواتر؟ اختلف المتواتر 10 عن 10، حديث يرويه 10 وكل 10 يرويه عن 10 و10 عن 10 هذا أقله، أو 5، أو السيوطي الحق إلى 40 عن 40. هذا لا يوجد في السنة، لا يوجد حديث رواه 10 وعن 10 رواه 10 وعن 10 رواه 10 وعن النبي رواه 10، نادر نادر وقد لا يوجد. هذا مدخل للمتكلمين أرادوا أن يردوا به السنة. هذا المنهج تبناه ابن الصلاح. ابن الصلاح يقول الحديث إذا صح الإسناد فهو صحيح في الظاهر، صحيح في الظاهر بمعنى ظاهره الصحة، وليس صحيحا يقينا، فقال هو ظن. هذا ابن الصلاح، وهذا ما منهج، ليس منهج المحدثين ولا منهج البخاري الذي ألف كتابا كاملا في خبر الواحد. هذا منهج ابن الصلاح، وهذا منهج متكلمين تبناه ابن الصلاح، ظني. استثنى، استحيا، استحياء خرج حديث ابن الصلاح، خرج حديث صحيحين، قال إلا أحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، فهذه تفيد اليقين ليس الظن. والأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم خرج منها الأحاديث التي تكلم فيها الدارقطني وطعن فيها الدارقطني في حديث الصحيحين، قال هذه أيضا ظنية. أما الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم فهي قطعية ما لم يتكلم فيها كما تكلم الدارقطني. خرج الأحاديث الصحيحين من خبر الآحاد، هذا ابن الصلاح أيضا يعني خالف المتكلمين، لم يستثنى شيء في خبر الآحاد. الأكبر، المصيبة الأكبر من ذلك، جاء النووي غلط ابن الصلاح، خطأ ابن الصلاح في إخراج الأحاديث الصحيحين. النووي جاء قال ابن الصلاح هذا خالف أو عبارة إنه خطأه، قال كلامه ليس بصحيح، أحاديث الآحاد فهي ظنية، اتفق عليها البخاري ومسلم أو لم يتفق،
خط ابن الصلاح، مع أن ابن الصلاح أصلا مخطي في أنه أخرج، يعني أخطأ في ماذا؟ لأنه أخرج حديث الصحيحين. أن ابن الصلاح أصلا مخطي في شنو؟ في أنه خبر الآحاد ما دام رواه ثقة، يعني صادق حافظ عن صادق حافظ، ثقة عن ثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخبر هو المجزوم به المقطوع به يقينا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فابن الصلاح أخرج حديث الصحيحين، فهو خطأ ابن الصلاح في إخراجه إلى الصحيحين، فهذا منهج ليس بصحيح، وهذا هو السبب الذي فتح الباب في الطعن في السنة. والله هذا هو السبب الذي فتح الباب في الطعن في السنة، حتى الناس قالوا في كتبكم أن السنة ظنية. ها؟ ظنية؟ طيب شيء ظني، كيف أنت تقول لي كذا وكذا؟ أنتم قلتم ظني، احتمال، احتمال يكون قاله الرسول، احتمال يكون ما قاله. فإذا هذا فتح باب كبير للطاعنين في السنة من المستشرقين ومن غيرهم ومن الكفر ومن الفجر. هذا باب، هذا كان ينبغي أن يرد على ابن الصلاح ولا كرامة. ابن الصلاح رجل عالم رضي الله عنه، لكن هذا منهج متكلمين مفسد، مفسد. وكذلك الناس الذين يدرسون المصطلح يدرسون المصطلح هكذا بس لقمة، لا يميزون بين قبل ابن الصلاح ولا قول ابن غيره ولا غيره، يعني يدرس المصطلح كذا يشرحه الضعيف على الردي على غيره. فيبقى هذه المسألة ينبغي للطلاب أن يعوها وأن يردوها، يردوها إن استحج بها أو استدل بها مستشرق ولا غيره، إنسان طاعن في السنة استدل بهذا الكلام، نقول له هذا الكلام ليس بكلام المحدثين، هذا كلام متكلمين نقله ابن الصلاح، نحن لسنا مسؤولين عنه، وإن كان تبعه النبي ولا تبعه غيره نحن لسنا مسؤولين من كلام ابن الصلاح، نحن مسؤولين من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم والمحدثين الثقات الذين نقلوا عنه. إذن من هذا هو تعريف الترمذي، وهذا تعريف ابن الصلاح للحسن لغيره، هو في مقدمة ابن الصلاح لم يسبق عليها أحد. نعم. قال أبو عيسى وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان، رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، مثل ما حدث حماد بن سلمة عن أبي أشارة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللب، فقال لو طعنت في فخذها أجزأ عنك. فهذا حديث تفرد به عمد بن سلمة عن أبي العشرة، ولا يعرف لأبي العشرة عن أبيه إلا هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم، وإنما اشتهر من حديث عمد بن سلمة لا نعرفه إلا من حديثه. طيب هذا يعني آخر، الترمذي يبين منهجه أو مصطلحه في هذا الكتاب في كلمة حديث غريب، يمر علينا بعدين في الترمذي. الترمذي يقول هذا حديث غريب فقط، يقول صحيح غريب، يقول حسن صحيح غريب، كلمة غريب. فقال الترمذي وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، يعني ما معناه حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعاني. فإذا معنى الغريب عنده لها ثلاثة معاني، غريب قد يكون غريب فرد مطلق ليس له إلا إسناد واحد، ليس له إلا إسناد واحد، هذا الترمذي يقول غريب. لو قال غريب جمعها مع كلمة صحيح، فإذا كان الإسناد الواحد هو حديث غريب، لكن الغرابة لا تضر إذا كان الرواة كلهم ثقات، حديث إنما الأعمال بالنيات غريب، رواه عمر، رواه عنه علقمة، رواه عنه محمد بن التيمي، رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا غريب ولم تضره الغرابة. فإذا إذا كان الحديث ليس له إلا إسناد واحد فهو غريب، إذا كان صحيح قد يقول صحيح غريب من هذا المعنى، نعم غريب قد يكون له إسناد واحد، وإذا كان الإسناد الواحد ضعيف الترمذي يقول غريب فقط ولا يقول صحيح ولا حسن. فمتى ما أفرد الترمذي كلمة غريب معناه هذا الإسناد ليس له الإسناد واحد وهو ضعيف، فغريب إذا أفردها الترمذي تعني عنده ضعيف. فإذا كلمة غريب عنده الحديث قد يكون غريب إسناد ليس له إلا إسناد واحد. النوع المعنى الثاني قد يكون غريب بزيادة لفظة، بزيادة، يعني هذا الحديث مروي عن الثقات وبعض الثقات زاد فيه لفظة، زاد فيه لفظة أو زاد فيه معنى من المعاني،
فغريب من هذه الناحية من بالزيادة غريب، أما بغير الزيادة ليس غريب، هذا المعنى. وقد يكون غريب المعنى الثالث، قد يكون غريب نسبيا، يكون الحديث مشهور عن صحابي، مشهور ومعروف عن صحابي، يأتي رجل من الثقات يرويه عن صحابي آخر، فإذا غريب من 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 ناحية الصحابي الآخر هو غريب، يعني غريب نسبي. مثلا حديث معروف عن ابن عمر، مشهور كل الرواة يروون عن ابن عمر، يأتي إنسان يرويه عن أبي هريرة يقول غريب، يعني غريب نسبي، يعني بالنسبة لأبي هريرة غريب، أما بالنسبة لابن عمر ليس غريبا. فإذا هذه المعاني التي يعني أراد الترمذي أن يبينها في هذا الكتاب إذا قال غريب. فإذا كلمة غريب إذا وجدتها محتاجة إلى النظر، يعني تنظر فيها أنت ما معنى غريب، هل هو غريب لو إسناد واحد، هذا محتاج لبحث آخر، لكن هو يقول يا غريب بيّن لك ما معنى غريب عنده. هذه هذه المعاني، قد يكون غريب ليس له إلا إسناد واحد، قد يكون غريب بزيادة لفظة أو معنى زاده أحد الرواة، قد يكون غريب لأن الحديث مشهور عن صحابي يأتي واحد يروي عن صحابي آخر، فإذا عن الصحابي الآخر غريب. فإذا لو الترمذي قال غريب محتاج منك لبحث، هذه ما يعني كلمة غريب هي من أي نوع من الأنواع، هل هي غريب بمعنى إسناد واحد، هل هي غريب بمعنى فيه زيادة لفظة، هل هي غريب بمعنى هذا الحديث معروف عن صحابي روي عن صحابي آخر، هذا يحتاج منك للرجوع للتأمل في شنو في الإسناد. ولذلك كلمة غريب لو مرت علينا فالإنسان لا يستغربها، فالترمذي بيّن منهجه ومصطلحه في معنى غريب. نعم. قال ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث لكثرة من روي عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن دينار، رواه عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة. قال وروي وقال وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه يحيى بن سليم، والصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة فقال شعبة لوددت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. قال ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. قال وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن صحيح أن هذه لم ينفرد بها مالك من المسلمين عن نافع من المسلمين لم يفرد، لأن في البخاري روى عن عمر بن نافع عن نافع مثل رواية مالك في صحيح البخاري عن عمر بن نافع عن نافع أيضا فيها من المسلمين. إذن الصواب أنه كلمة من المسلمين لم ينفرد بها مالك عن نافع، إنما رواه عنه عن نافع عمر بن نافع. نعم. عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين. قال وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. قال وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتج به منهم الشافعي وأحمد بن حنبل أنه قال إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر واحتج بحديث مالك، فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك منه. وقال ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين بن الأسود قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في مئة واحد. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه من هذا حديث غريب من حديث أبي موسى، الحديث معروف حديث ابن عمر الكافر يأكل في سبع مع حديث ابن عمر. نعم حديث ابن عمر وغيره، لكن من حديث ابي موسى غريب، هو صحيح لكن غريب، يعني غريب من حديث ابي موسى من رواية ابي موسى المشهور عند الناس من رواية ابن عمر. نعم. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده. قال وقد روي عن من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. قال سألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة.
قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة لم نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة. فقلت له حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا فجعل يتعجب وقال ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب. قال محمد وكنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. قال هذا حديث غريب من قبل إسناده لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة أو غير شبابة. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة. قال وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة. فهذا الحديث المعروف أصح عند أهل العلم عند أهل الحديث بهذا الإسناد. قال حدثني محمد بن بشير قال حدثني معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو محزم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان. قالوا يا رسول الله ما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو معاذ مزاحم سمع أبا هريرة أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فله قراط فذكر نحوه بمعناه. قال عبد الله وأخبرنا مروان بن معاوية بن سلام قال يحيى وحدثني أبو سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن أنس بن سمع عائشة أن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قلت لمحمد عبد الله بن عبد الرحمن ما الذي استغربوا من حديثك بالعراق؟ فقال حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن قال وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها أو أتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يحيى بن سعيد هذا عندي حديث منكر. هذا حديث منكر يحيى بن سعيد القطان حديث منكر وضعيف لأن المغير بن أبي قرة مستور يعني مجهول مستور الحافظ بن حجر مستور يعني يقصد به مجهول الحال المستور هو المجهول. يحيى قال هذا حديث منكر وهذا حديث البنوك وشركات التأمين دائما تلقى في أي شركة تأمين في أي بنك عقلها وتوكل يعني ضع مالك أولا وتوكل أتينا بمالك وتوكل لا تضع مالك في البيت أو في الخزينة لأنه يكون غير معقول لكن لما تأتينا به عقلتها. أي حديثات تجد في الشركات التأمين على أبواب البنوك. نعم. قال وهذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه. قال وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة نسأل الله النفع بما فيه وأن يجعله لنا حجة برحمته وألا يجعله علينا وبالا برحمته. جزاك الله خير بارك الله فيك.